لارا، اتفضلي يا رارا. يا لارا، الو الو، مساء الخير، اهلا بيكي. مساء النور. انا بس كنت عايزه اقول ان احنا مش مفروض ان الطلبه يبقوا في الجامعه يبقوا واقفين مثلا عند شؤون الطلبه ويلاقوا مثلا، يبقى المفروض في لاين بنات ولاين ولاد، وبعد كده مثلا لو ما فيش ولاد واقفين في اللاين يلاقوا راجل كبير واقف وراهم وشبه مش لابس بنطلون وعمال كل شويه يرخم على بنت قدامه، فجاه البنات يبصوا وراهم يلاقوا الراجل ده مش لابس، وبعد كده ما نروح ندور على امن ما نلاقيش امن حتى. ده في ده في كليه ايه يا لارا؟ في جامعه عين شمس. فين؟ في جامعه، كليه ايه؟ كليه تجاره. تجاره، جامعه عين شمس. راجل كبير قالع بنطلونه وواقف وسط البنات الطلبه، عند شؤون الطلبه، عند شؤون الطلبه. ولما مثلا نيجي ندور على امن ما فيش امن واقف عند شؤون الطلبه، فنضطر ان احنا ان كل حد يجي يحكي لحد يلاقي ان حصل معاه نفس الموقف وكله ساكت، عشان يقولوا لنا ان احنا لما هنروح نشتكي هيقولوا لنا انت بتكتبوا شكوى وحطوها في الفايل، وطبعا الفايل ده ما حدش هيبص فيه اصلا، وكاننا ما عملناش اي حاجه في حياتنا، احنا زي ما احنا وهي هي. طيب، كل واحد بيتصرف اللي هو عايزه، الراجل الكبير ده هيخش زي ما هو عايز، كل واحد هيتصرف زي ما هو عايز، الامن ما فيش امن اصلا، وكل طب واحد. طب الراجل ده هل انتوا اتعرفتوا عليه من الخدمات، من الموظفين، من واحد كده؟ واحد ما نعرفوش، واحد كبير، فمش واحد المفروض. وبعدين لما نيجي نشتكي يقولوا لنا طب انتوا ما مسكتوهوش ليه؟ مش طبيعي ان الواحد لما هيلاقي حد وراه كده هيفضل يتفرج عليه ويمسكه ويضربه، يعني المفروض ايه؟ بس كان رئيس جامعه عين شمس بيقول ان كان في كاميرات في الجامعه، هل ده مش حقيقي؟ مفيش حضرتك، مفيش كاميرات عندنا، احنا الجامعه اصلا عندنا في منتهى سوري، يعني مفيش حاجه اصلا نظيفه فيها. عموما اذا كانت الكاميرات اساسا حتى في استاد كفر الشيخ اللي اتقتل فيه الولاد بتوع الكليه الحربيه كان الكاميرات بايظه، يعني حتى لو موجوده بتبقى مقفوله. يعني لارا، الحقيقه دي تجربه سخيفه جدا الحقيقه وغريبه جدا.